عندنا الحقيقة أخبار تبدو سارة، سارة لقطاعات من المصريين كبيرة، ملايين من المصريين، صدرت عن وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأيام السابقة. هذه الأخبار يعني أنا مش هقول دلوقتي تفاصيلها، أنا هقول تفاصيلها مع معالي الدكتورة نبيل قباج وزيرة التضامن الاجتماعي اللي معانا على التليفون. أهلا بك معالي الوزيرة. أهلا وسهلا أستاذ ضياء، وبيشرفني دايما أكون مع حضرتك، وبتمنى لك كل التوفيق وللبرنامج إن شاء الله. متشكر جدا معالي الوزيرة. معالي الوزيرة، يعني حضرتك فاجأت المصريين خلال الأيام الأخيرة بعدد من القرارات، يمكن أبرزها قرار يخص المسنين، معاش المسنين، قرار تاني يخص الطلاب، معاشات للطلاب، قرار ثالث يخص المسنين برضو ان في حاجة اسمها مرافق المسن، قرار رابع ان في مسابقة نزلت عندكم في الوزارة تتعلق بالرائدات الاجتماعيات، وهو يعني تعاقد مؤقت للأنسات والسيدات لكنه يوفر دخل. ايه، انا ما قلتش اي تفاصيل، انا حابب اسمع عن حضرتك كل هذه التفاصيل. أنا بشكر حضرتك على ذكرك لقائمة الموضوعات فعلا اللي احنا أصدرناها، والحقيقة احنا يعني في بعض الفئات من المجتمع، طبعا وكل المجتمع بالنسبة لنا مهم، لكن في بعض الفئات هي بالنسبة لنا أولى بالرعاية بشكل أخص، وعلى رأسها المسنين. ويعني الواحد شخصيا أنا يعني مش بس كمسؤولة بنكن لهم كل التقدير والاحترام، وأعتقد أن هم كان عندهم بعض المستحقات يعني أصدرها الدستور المصري أصدر سنة 2014، ليهم مستحقات عديدة ربما إحنا لما جمعناها في قانون واحد بالتنسيق مع الوزارات المختلفة كان لابد أن إحنا نصدر ليهم قانون خصيصا وبلايحته التنفيذية، وتم مناقشتها القانون مع مجلس الوزراء ووافق عليه بعد يعني مناقشات مع عدة وزراء حول أدوارهم المختلفة، ثم تم تقديمه للمجلس النواب. محتوى هذا القانون أنه بيرتب لهم حقوق متنوعة ما بين الحماية الاجتماعية والحق في الحماية وحق في الدعم النقدي لغير القادرين أو في التأمينات لمن هم سبق لهم العمل، وفكرة أن احنا نوصل المعاشات للمنازل لكبار السن، وأيضا في جزء خاص بحقوقهم في وأوقات الإغاثة والطوارئ وأولويات التعامل معهم. ليهم الجزء الخاص بالرعاية كان من أول رفيق المسن اللي احنا أصدرنا له لائحة حديثا علشان تدريب القائمين على المسنين وعلى رعايتهم في المنازل سواء من الناحية الصحية والطبية والنفسية، أو توفير ليهم أماكن في دور الرعاية للي ملوش شكل من أشكال الرعاية. لكن احنا دايما بنفضل أن رعاية المسن تبقى في الأسرة في وسط أهله وفي وسط ناسه، ولكن في بعض الظروف بتحكم أن المسنين نفسهم هم اللي بيختاروا يروحوا مؤسسات الرعاية. طب معالي الوزيرة، معلش سؤالي عشان السادة المشاهدين يتابعون، تعريف المسن إيه؟ الأول السن هو من يبلغ أي سن عشان يتمتع ببعض هذه الحقوق؟ احنا بنعرف المسن بدءا من 65 سنة. تمام، يعمل أو لا يعمل، عنده معاش ولا ما عندوش، يعني هل في شروط أخرى غير السن؟ لا، كل يعني كل واحد اللي بيعمل هيبقى ليه مستحقات تأمينية. الذي لا يعمل وعنده شكل من أشكال غير القدرة هيبقى ليه مستحقات دعم نقدي، لكن اللي يحكمنا فقط السن. في بعض المزايا اللي بتبقى بتترتب عليها مزايا مادية دي بتروح لغير القادرين، لكن كل مسن له الحق في الرعاية الصحية، لأن الرعاية الصحية مفتوحة للجميع. تمام، سواء هو قادر أو غير قادر، كل مسن له الحق في بطاقة ذهبية بيبقى متجمع عليها الخدمات الموكلة إليه، كل مسن له الحق في شبه مجانية أو دفع جزئي بسيط في وسائل المواصلات. دفع جزئي مش أماكن. أنا هنا حضرتك يعني أشارت النقطة مهمة، حضرتك تعرفني في كثير من الدول موجود أماكن في المواصلات العامة للمسنين،
هل ده متحدده برضو يا استاذ ضياء؟ يعني احنا برضو في القانون بنحدد اماكن محدده للمسنين في كل القطارات او الاتوبيسات او وسائل النقل العام انها تبقى في اماكن محدده، ان تبقى في حتى في طوابير التوثيق العقاري البريد كل المصالح الحكوميه يبقى في طابور مخصص للمسنين ولذوي الاعاقه. فاحنا حاولنا بقدر امكاننا في القانون نرتب ليهم كل الخدمات اللي ممكن تريحهم، وقلنا ان في بعض الطلبات ممكن تروح لهم المنازل من غير ما هم يتحملوا مشقه ان هم يروحوا يجيبوها. في جزء ايضا خاص ببعض الامراض الخاصه بالمسنين بالاستزاده في البحث بيها زي الزهايمر، زي بعض مشكلات المسنين اللي بيبقوا ضالين بيبقوا موجودين احيانا احنا بنشوفهم في شغلنا في الكبار بلا مأوى. صحيح. بيبقوا ناس ليهم بيوتهم ومعززين مكرمين ولكن بيعانوا من بعض الأمراض النفسية. في أيضا منظور إيجابي للمسن لأن ليس كل مسن مريض، فالتعامل مع المسن من منظور أنه هو مريض وبتنتهي خدمته ده إحنا منطق ومبدأ بنرفضه تماما. صحيح. لأن الحقيقة إحنا عندنا خبراتهم ومهاراتهم وحكمتهم بنحتاجهم كتير في يعني مهارات وفي خبرات استشارية بنحتاجهم في التطوع في بعض المهام بتاعتنا، احنا بينفعونا جدا جدا في دور الايتام لانه بيلعب دور الجد ودور يعني دور الاب. فالحقيقة ليهم كثير بنديهم حقهم طبعا في التصويت وفي الاقتراع في الانتخابات وفي استخراج بطاقات الانتخابات. لديهم من يستطيع منهم العمل لان 16.5% من المسنين اللي فوق 65 سنة بيشتغلوا. طب مع الوزيرة لهم الحق ايضا في الاقراض والحصول على قروض ميسرة. طب بمناسبة التطوع وده سؤال الاخير لحضرتك، انتوا عملتوا اعلان مؤخرا في الفترة الاخيرة عن حاجة الوزارة لرائدات اجتماعيات وفي شروط معينة وفي اجر ما هوش تعيين، لكن ايه موضوع الرائدات الاجتماعيات وايه الفرص اللي بيفتحها سواء للخبرة او للعمل المؤقت لبنات وسيدات مصر؟ اولا الرائدات الاجتماعيات دول يعني هم احنا اولا يعني بنعتبرهم سفراءنا في الميدان وهم مسؤولين معنا مسؤوليه اولى للتواصل مع المجتمع، هم حلقه الوصل بيننا وبين المجتمع، بيدخلوا المنازل بيعملوا اجتماعات دوريه مع الاسر بيعملوا اجتماعات مع بيتواصلوا دايما مع الجهات الاخرى، التموين رجال الدين كل من هو له علاقه بالخدمات المجتمعيه او بالتوعيه. فالحقيقه هم بينقلوا لنا نبض المجتمع، احنا اللي عايزين نوصله للمجتمع من توعيه او من خدمات بننقله من خلالهم. كان عندنا حوالي ما يقرب من 3200 رائده بما ان احنا نازلين بحملات مكثفه عن الوعي وحمله بالوعي مصر بتتغير للافضل. الحقيقه سياده الرئيس مشكورا وافق ان احنا نرفع العدد ل 20,000 رائده. يعني انتوا طالبين كم واحد يا فندم دلوقتي؟ احنا طالبين 20,000 واحد. طالبين 20,000 رائده اجتماعيه بتعمل بصفة مؤقتة في وزارة التضامن بياخدوا أجر شهري؟ هي يعني سمة عمل الرائدة تطوعية بمكافأة. طبعا. المكافأة بتاعتها بتتراوح من 900 جنيه ل 1200 أو 1300 بتساعدنا في استيفاء استمارات في الميدان. أيضا إحنا بنوفر لها مع وزارة التموين بطاقات تموين. طبعا. ونوفر لها تأمين صحي لأنها بتدخل منازل. عظيم. وبتحتك مع المواطنين. بيتم خصم جزء صغير عشان نساهم إن إحنا نأمنها اجتماعيا، بندربهم بنديهم تابلت بيساعدونا في حصر بيانات الاسر بتاعت ده في كل المحافظات يا معالي الوزير. ها في كل محافظات مصر؟ محافظات طبعا، بس احنا بنركز اكتر كمان الفتره القادمه على محافظات حياه كريمه لان المفروض ان كل رائده مسؤوله عن عدد معين من الاسر بتستوفي بياناتها من 3 لـ4 مرات في السنه عشان يبقى عندنا قاعده بيانات محدثه عن كل الاسر اللي بنشتغل معاها في حياه كريمه. ده خبر مهم جدا وانا يعني بشكر حضرتك عليه وبقول يعني حضرتك اعلنت ده على الهواء انه هناك 20,000 فرصه العمل، مش عايز اقول العمل بمعنى العمل لكن التطوع كرائدات اجتماعيات في وزاره الصدام بمكافاه شهريه ثابته وتامين ايضا على هذه المكافاه وخبره يتم اكتسابها. بشكرك شكرا جزيلا معالي الوزيره نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي على مشاركه حضرتك معنا.